البريف في الريف. شغل عالي برتغالي. هو التنين المستشفى المجنح. انا بحب الجمله دي قوي الصراحه، بحب الجمله دي جدا. في الاول الجزء اللي كان بيتكلم عن السوفت وير ديفلوبمنت بروسيس وعن الاجايل، الصراحه استفدت بيه ان احنا طبقناه بشكل عملي، البلاننج والسكرام والبوينت استيميشن والكلام ده كله. انا اشتغلت على ديفلوبمنت كتير، بس ان انا اعمل ابلكيشن كامل ويبقى معايا ناس مثلا فريق باك اند، فريق اندرويد، فريق يو اي يو اكس، فريق ماركتنج، ما حصلش يعني، ما كانتش جت فرصه. لما جت الفرصه وابلكيشن ريال وورلد ابلكيشن، ساعتها بقى بتسال اشوف هل انا اقدر اعمل حاجه زي كده، خصوصا ان السينيور فوق مفيش حد بيعلمني. فلقيت نفسي لا ده انا اعملها. كتكنيكال بدل الاكسبيرينس اللي اخدتها من المكان ده، يعني في انترنشيب مدتها شهر، تعادل على الاقل سنتين دراسه في حاسبات ومعلومات الصوت. ما كانش في منتور يعني فوقيه ينصحني او انا ارجع له بعدين، بس هي كانت فرصه في رقميه. كانت فرصه في رقميه انت تشتغل على حاجه برودكت واقعي، يعني حتى في الكليه مثلا بتبقى بروجكتات، يعني انت بتطبق كونسبت معين وخلاص بقى. انا ماده لما بتروح شركه مثلا فانت بتشتغل على برودكت واقعي فعلا الناس طالباه، انه موجود حاليا في ناس شغاله عليه. غير كده التدريب خلانا نعتمد على نفسنا، يعني ادى كل واحد ثقه في نفسه ان هو يقدر يدور، يقدر يوصل لحل مثلا لاي مشكله بتقابله لوحده. فلا يعني في نص الكلام، انا ريكومند جدا جدا ان حد ياخد فرصه تريننج في رقميه. لا بالنسبه طبعا للناس اللي عايزه تتعلم جرافيك ديزاين والماركتنج، ف باشمهندس مصطفى عثمان يعني غنى عن التعريف الصراحه. هو يعني حد على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي، لا فعلا يعني كويس جدا. تشتغل وانت مبسوط، مفيش ضغط مثلا، المدير بتاعك كيوت. انتقلي الصعيد، يتغير الصعيد، يتغير.